إذن مشاهدينا نتابع هذه اللقطات المباشرة من الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وعلى ما يبدو بأن هذه المنطقة تشهد يعني استهدافات شديدة وفقا لسحب الدخان التي تظهر استهدافات قوية في هذه المنطقة. نعم، وفقا للأنباء التي ترد فإن هذه الاستهدافات هي من قبل حزب الله الذي أعلن عن استهداف تجمع لقوات الاحتلال في المنطقة الحدودية. وبطبيعة الحال على ما يبدو بأن الإعلام الإسرائيلي لم يذكر أي تفاصيل حتى الآن حول هذه العملية. نشير مرة أخرى إلى هذه الصور التي تردنا الآن مباشرة من الحدود اللبنانية الإسرائيلية، حيث أعلن حزب الله استهداف تجمع لقوات الاحتلال ومرابط مدفعية في منطقة الجنوب اللبناني بصواريخ من قبله. إذن يعني هذه الصور تأتينا بشكل حي ومباشر، وعلى ما يبدو بأنه استهداف عنيف. وأيضا وفقا لهذه الصور يعني من المتوقع ربما أن يكون هناك أضرار قد يتم الإعلان عنها في وقت لاحق. إذن مشاهدينا يعني التعليق الأولي من قبل الاحتلال الإسرائيلي الحديث عن حدث أمني صعب وفقا لوصف هيئة البث الإسرائيلية، والحديث عن وقوع إصابات. هذا الحدث الذي أعلن عنه حزب الله اللبناني باستهدافه تجمعا لقوات الاحتلال ومرابضه وعدد من القاذفات الصاروخية بصواريخ ورشقة صاروخية من قبل قواته، ووفقا للإعلام الإسرائيلي حدث أمني صعب. والحديث الآن عن وقوع عدد من الإصابات جراء هذا الاستهداف من قبل حزب الله. إذن نقلا عن إعلام إسرائيلي، إصابة عدد من الجنود في قصف وتبادل إطلاق النار مع حزب الله بالقرب من الحدود اللبنانية الإسرائيلية. وهذه الصور تأتينا مباشرة من منطقة الاستهداف.